المباراة النهائية يوم غد في هذه البيئة، هل هو لياندرو لو أم هيناتو كاردوسو؟ نعم، دور النصف النهائي محمد. سيبدأ هذا النزال لكاردوسو بالحزام الأحمر و كاردوسو للإسقاط كانت. يعني يمكن بيئة
فيصل. مشاهدينا الكرام ستبدا بعد ثلاث مباريات تقريبا من الان. كينان كورنيليوس في وزن محمد. نعم كينان ايضا في نفس وزن فيصل. مشاهدينا الكرام على نهاية النزال ولو متقدم فقط بأفضلية. يعني يمكن هذا أفضل أداء لكاردوسو أمام لياندرو لو في تاريخ يعني مبارياتهم مع بعض. دائما ما تكون النتيجة كبيرة أم يعني يتغلب لياندرو لو بالاستسلام. يعزز من نتيجة النزال بنقطتين محمد. من سيكون طرف أو إحدى طرفي المباراة النهائية يوم غد؟ أيضا سنشاهد أحد طرفي المباراة النهائية من نفس الوزن في المباراة القادمة من هلسانس وهامر بهار.